надо не так. Ребят, надо побрызгать, чтобы оно вся так аж мокро вся. И оставить. И ты перекурить, вернулся, она сама отслоится. Я маленький, тише. اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. اليوم كما تشوفوا مش نقوم بتغيير ورق الحائط القديم، مش نشيلوه من الحائط ونقوم بتلصيق ورق جديد نغيروا به الديكور متاع المكان هذايا متاع الحائط هذايا. اسهل طريقة نشيلوا بها ورق الحائط من القديم من الحيطان هي ان نقوم بالبخ متاعه كما تشوفوا بواسطة مية حارة، ماء حار نبخوه حتى لين يصير كله مبلول، نخليوه 3-4 دقائق بيشرب هو المية. بعد بتشوفوا كما تشوفوا الان يقوم يكون يعني نشيلوه بطريقة سهلة جدا، يولي يتشال لوحده. هسه بتشوفوا كيف ان شاء الله. هياك توني راكال فراشوتكي. دواي ولي راه دواي. Ничего сюда в ребятки попадет? Ни хера ей не будет. Ну, хорошо. Можешь и палец туда всунуть. Ага. После тебя. Нет. Давай, красавчик. Давай, давай, давай. Это что это? Порвало? Все с ПВА вынуть, да. Давай, крути, чтобы грудок не было. Забывайте сами, чтобы точно запомнили. لهنا اخواني شوفوا معايا، دائما اذا كيفاش نقصوا، اذا كان عندنا الفرق معناتها المسافه بين السقف والارضيه هي نفسها في المكان الحيط اللي مش لاصقوا عليه، انا ما نقصش كل مره واحده واحده واقيس، باخذ المقاس بقص الورقه الاولى بالمقاس نتاع الطول اللي لازمني من تحت لفوق في الارتفاع نتاع الحائط، ومن بعد نخليهم واحده فوق واحده كما تشوفوا الان. ونقص كل الاوراق اللي عاوزها من الحساب اللي حاطش حاجتي بيه كام 5-6 قطع، بقصهم كل مع بعض بعدين الصقهم مع بعض لنربح الوقت، فهمتوني؟ اذا كان تقدروا تعملوا هيك اعملوا، ما تقدروا وقتها وتوليو تقيسوا كل وحده لوحده وتقصوها وتلصقوها، لكن من الاحسن هيك مع بعض حتى تربحوا الوقت. Сколько их в жизни переклеил, блядь? Не прожили, сколько я метров буду лезвие. Снимайте. Да, давай, намочи. لهنا بعد ما قمنا بالتلصيق نتاع هذايا عطينا عليه اللاصق، شفتوه؟ ما نخافوش ان نلفوها على بعضه. شنو بنعمل؟ لازم نعملو هيك. الان بوريكم ليش هيك بنعمل، شو بنعمل. من بعد هناك في الحيط اللي باش نركبوه بفهمكم علاش عملنا هيك. ناخذو هيك ونحطوه هكذا هكذا، نلصقوه هكذا فوق بعضه، فهمتوني؟ يعني بالطريقة هذه لصقناه من الناحية هذه نفس الشيء هكذا لصقناه، ونعاود نلفو هيك ونخليه هيك حكاية متاع 4-5 دقايق. علاش قلت لكم نقومو بنخليوه هناك يشرب؟ لأنه الورقة إذا كانها شربت اللصق متاعها هناك من بعد لصقناه خلاص شربت، خلاص هنا مثل ما بتلصقها مثل ما بتقعد. يعني يجي وشوفوا هنا المكان متاع الالتقاء متاع الورقتين، أنا عندي
فابشي ماهوش واضح يعني، فهمتوني؟ بابليجيس ديفيس. شفتوها المكان هذا نتاع الالتقاء، شفتوه؟ اذا كان هذا لان الورق عندي خليته هناك شرب اللصق من بعد لصقته. اذا كان عملنا هيك خلاص لصقناه ويقعد دائما هكذا. اذا كان الورقه ما شربتش اللصق هناك تصير مبلوله باللصق، نجي طوالي بلاك لصقها في هي تبدا معلقه وتشرب في اللصق. من بعد ما تشربه الورق بيتوسع شويه، مليمتر نصف مليمتر 2 مليمتر، يولي يطلع الحرف نتاع الورقه الاولى على الثانيه، يولي طالعين فوق بعضهم ومش جميلين، فهمتوني؟ هكذا بتقعد دائما هيك، ما بيظهر المكان الالتقاء بين الاوراق، فهمتوني علاش؟ بارك الله فيكم. بعد ما خملنا لصق عدينا اللصق على الحيط، نرجع للورقة نتاعنا اللي خليناها تشرب اللصق، نفتحوها ما تخافوا ما بتلصق على بعض الورقة، شفتوها؟ خلاص نفتحوها ناحية واحدة، الناحية الثانية بتقعد ملفوفة حتى ما تعطلني في التلصيق. خلاص ناخذ الناحية اللي من فوق نجيبها لمكانها. هوب، أول حاجة نعملوها في التلصيق هي إن نرقي هذم المكان الالتقاء باش ما يصيرش واضح، باش ما يظهر جملة عبارة ورقة كاملة بتصير لما بينشف على الحيط. عمرنا ما نخليهم يتلقاو واحدة فوق واحدة، لازم واحدة الواحدة. بعد ما عملنا هذا بعد ما كملنا النصف الثاني، النصف هذايا اللي من تحت اللي قلت لكم لسه يقعد هيك مقلوب، وصلنا له نفتحه ونسيبه الرون لوحده يوقع تحت، مفهوم؟ مفهوم. نفس الشيء نكملوا اللصق من تحت نقربوه باش يبدا يعني لاصق مكان الالتقاء جيدا. اول حاجه هي مكان الالتقاء، خلاص خلاص ناخذ هذه نضغطوا عليه حتى ما عادش يطلع. باش نعمل ناخذ هذه ونكملوا اللصق نتاعنا. الهواء اللي في الوسط نخرجوه هكذا. Это по грас. Да. Да, опять посмотри.